إيه لأ إنه كيف هلأ ابني مثلا متعود علي أنا. الدكتور علمني طريقة إنه عشان يصير يتعود على نفسه هو. أنا مثلا إذا لقيت صعوبة مثلا كيف بدي أتواصل أنا وياه، الدكتور برشدني كيف أتعامل معه إنه ما أعصب. عرفتي كيف؟ هي لما تعطينا تيجي تعطينا تعملنا اجتماع ومحاضرة إنه بتخلي فيكي أمل، عم بتقويك عشان تمشي مع ابنك للآخر مش تضعفي، عم بتقوينا بالاجتماعات هاي أول شيء. يعني بتخلينا إنه إحنا لو من المجتمع ما تقبل ابني بهيك وضع إحنا نفوته بالمجتمع، لو ما تقبل المجتمع. عرفتي كيف؟ هاي النقط لإلها هي بتعلمنا هي عندها.